قصة حب، قصة حب لطيفة ورقيقة وجميلة، بس قصص الحب كتير. اللي مش كتير هو كيفية الإعلان أو تتويج الحب ده. لما تبقى قصة الحب والإعلان عنه على خشبة المسرح قدام مئات ومئات من المشاهدين اللي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع، ويبقى فيها بطل مسرحي كبير، وأهل العريس وأهل العروسة يطلعوا على المسرح، يا سلام، والمسرح القومي مش أي مسرح. وسط هذا المسرح العريق وقف العريس والعروسة وأعلنوا عن حبهم وأعلنوا عن خطوبتهم. وسط الزغاريت والتسقيف والأجواء الفولكلورية من مسرحية ترجع أجواءها لأجواء بغداد، يعني هما لابسين لبس اللبس القديم بتاع بغداد، وهم بيلبسوا بعض الدبل وبيقولوا للناس كلها الخشبة دي، خشبة المسرح، كانت السبب أو كانت المكان اللي اتولد فيه حبنا. الليلة دي ليلة خاصة جدا 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 لأسرة ليلى مراد. اللي حد من حضراتكم اتفرج على المسرحية قبل كده هيلاقي إن احنا كنا في التحية هبة بتدخل الأول وبعديها محسن. العكس. محمد محسن. المرة دي هما الاثنين دخلوا مع بعض وإيديهم في إيدين بعض، وإن شاء الله العمر كله ما حاجة تفرقنا. مبروك عايز. مبروك يا محمد. يعني هتسعدونا لما تشاركونا الفرحة دي اللي احنا كلنا فرحانين بيها. فين بابا عمر دبل؟ هيطلعوا دلوقتي. الحقيقة مصر كلها عارفة المسرحية ليلة من ألف ليلة، بتتعرض على المسرح القومي بطلها يحيى الفخراني وكوكبة من الممثلين والمؤدين. اللي ما كناش نعرفه واللي كان مفاجأة لكل الناس هو خطوبة محمد محسن وهبة مجدي. الناس كلها كانت عندها حالة مفاجأة، مش عارفة التفاجؤ ولا قصص الحب بتخلي الناس تنبسط. مجرد لقطة تلبيس الدبل او اعلان الخطوبه يمكن على الانترنت اكتر من 2 مليون مشاهده، ده بعد ساعات من اعلان الخبر.
فضول، محبة، احتفال بيهم. بس هما الحقيقة يستحقوا، لأن هما اتنين من أجمل الأصوات وأجودها اللي موجودة. وقصة الحب اللي هما أعلنوا عنها في المسرح تستحق الاحتفاء والاحتفال والمحبة، العريس والعروسة، محمد محسن وهبة مجد.